بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخذ فيديو إن شاء الله عن أسعار البقر اللحم والعزبات اللحم من داخل سوق 3/22 8/2023. الصلاة على النبي. تمام يا معلم. شراكة ثلاث أشهر. تمام ثلاث أشهر. أنا فاضي ثلاث أربع أشهر. الصلاة على النبي. رزق. أيوه هاي. رجع في البيعة ولا رزق هذا؟ لا والله في قتلك وفي مرمر. تمام يعني. مالك بتشتري فيها بغير ثلاثة. كم الشراء آخر حاجة؟ كم؟ 37. والصلاة على النبي. 10 أربع شهور طلعت 10 يا إخوانا رزق. تمام هلا. ما شاء الله عليك. شرب كم يا عمدة؟ تفضل لك يا مصطفى على الباب. 36 ونص. بما يرد الله. اللي مالك تبدأ؟ لا 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 طلعت 10 صح؟ رزق يا عم. الصلاة على النبي الله أكبر. هي دي؟ أيوه هي اللي طلعت. النهارده يا غالي إن شاء الله. دي بيشتروا فيها لحم بالصلاة على النبي طلعت 10 الله أكبر. رزق صاحبها بالصلاة على النبي. الله يرزق إن شاء الله. السلام عليكم. إزيك يا خالنا عامل إيه؟ كم دي؟ الله يرزقك ان شاء الله. الناس بتضحك اخواننا. السلام عليكم. الناس نروح للناس اللي بيشوف تجرس يا عمدي. السلام عليكم. جرس الحال. بيعوا شرب كجرس؟ لا يصلح حالكم. لا اعلان يا عم تفرج. ما شاء الله في ناس بتقول جرسنا فنقول له ليه؟ كم بالصلاة على النبي المال الطيب ده؟ زيتي قافلة على الأول ب 30,500. قافلة على الأول ب 30,500 بالصلاة على النبي. ما شاء الله لحمة. لحمة. ودي؟ برضه ب 34 قافلة على الأول. 34؟ والله بلاش يا إخوان. 34 و 500؟ 34 بس دي. 34 قافلة على الأول. بس حتى بلدي بسم الله ما شاء الله بصراحة. ما شاء الله صح. ما شاء الله تبارك الله. على المال والطرز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلت الله. في رقم تليفون؟ في 100. صلاح الباشا حياك الحاج صلاح. 2-8. لا الثاني عشان اي دور. 100. 0-100. 2-8. 2-8. 3-8. 3-8. 0-0-8. 0-0-8. حاج صلاح مع بقرتين بسم الله ما شاء الله لحم. 34,000 قافلة الأول والثاني كم يا حاج؟ 30,500 بالصلاة على النبي. ما شاء الله عليك حاج صلاح. حاج إبراهيم تجار. تجار البقر اللحم بالصلاة على النبي معتمد. كم دي حج ابراهيم؟ ولا مش فايق شكلك مش فايق. كم دي بالصلاة على النبي؟ 43. الدبابة دي كاسر اربعة بالصلاة على النبي يشتروا فيها 43,000 جنيه. ودي حج ابراهيم؟ ودي؟ الاثنين مع بعض. وينهم الثاني؟ انا افتكر دي مع دي. افتكر دي مع دي. دول بيشتروا في الحتتين دول ب 77,000 جنيه. لباني؟ بالصلاة على النبي 77,000 جنيه. الجوز الله اكبر جوز لباني ما كسروش ولا حاجة. مع الحاج ابراهيم بالصلاة على النبي تاجر بقر لحم. في رقم تليفون؟ 010 9 3-2 1-9 6-2-8. بالصلاة على النبي عليك حاج ابراهيم. الله يرزق ان شاء الله. الصلاة على النبي الله اكبر. كم دبابة اللحم دي يا خال؟ كم بالصلاة على النبي اللهم بارك؟ 48 بس. بالصلاة على النبي ابوي ده عجل الله اكبر. دي ب 48؟ 48 كسر جوز. 48 كسر جوز العجل الفريزي دي الله اكبر. دبابة اللحم دي يا اخواننا ب 48,000 جنيه. اللهم صل عليك يا رسول الله. دبابة بسم الله ما شاء الله. في رقم تليفون يا خالي؟ والله رقم التليفون ما معي. حياك يا زعامة. حياك ما شاء الله تبارك الله. دبابة اللحم دي اخواننا كاسر الجوز ب 48,000 جنيه. اللهم صل عليك يا رسول الله. المال الطيب طيب يا اخواننا. ما شاء الله عليك يا خال. الله يرزقك ان شاء الله. خش هنا. السلام عليكم. كم يا معلم دي؟ 34. 34 بالصلاة على النبي. لحم طبعا ها؟ 34 كسرة حاجة؟ كسرة فردة بالصلاة على النبي. 34,000 جنيه. الله يرزقك يا بطل. قول امين. قول امين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كم يا معلم دول؟ كم دول؟ البيع والشراء؟ 66؟ بالصلاة على النبي. فيهم حاجة يزيد ولا يقاسموا؟ يقاسموا ولا يزيد؟ يقاسمن؟ 33 يعني؟
بالصلاة على النبي. الله أكبر، حلوات ما شاء الله. كامل حتى الملون هذا الشيء 39 دي فلوسها 39؟ أيوة. طلع لنا الملون ده كده. بالصلاة على النبي. لا عشوة ولا لحم؟ لا عشوة. الله أكبر، فلوسها 39؟ طب ليه داخل فيها وسط اللحم هنا؟ كم فلوسها؟ 6 شهور. كم فلوسها؟ 39. والله ببلاش. كاسرة حاجة؟ عجر 6 شهور؟ كاسرة لباني؟ عجر 6 شهور لباني بالصلاة على النبي. فلوسها كم يا شيخ؟ 39 يا حاج. 39 بالصلاة على النبي. الله أكبر، ببلاش يا إخواننا. الناس بتزعل منهم يقول ببلاش، والله بالنسبة للي بنشوفه ده ببلاش. مال طيب الله وبه ومال سمع. في رقم تليفون يا شيخ؟ اه في رقم تليفون 11576. براها 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 011 576 576. اقول انت 10088. ما شاء الله اسمك كريم احمد عبد العزيز. براها عشان لو عاد عايز يكتب حاجه ما يكتب يرجع ثاني. ما شاء الله تبارك الله. عجر 6 شهور يا اخواننا 39000 جنيه فلوسه. اللهم صل على. ادينا سنه خلينا نشوف محلبه من ورا. سنه سنه بالصلاة على النبي. الله أكبر يا إخواننا، المال الطيب ده مال مجنس. الله أكبر. أيوة ناس طيب، حياك الله يا حاج ما شاء الله عليك. عجر ولا لحم؟ كام دي بالصلاة على النبي الحتة البلدي؟ 32 يا أبو. فلوسها؟ فلوسها 32 الحتة البلدي ما شاء الله. لحم بالصلاة على النبي. كسرة حاجة خل؟ لا ما كسرهاش. حياكم الله، الله يرزقكم إن شاء الله بيها. ما شاء الله 32000 جنيه حتى بلدي. المفروض كان دخلت للعجل يا حاج. انت ما شاء الله مطرز يعني. الله عليك. عليه السلام. الله اكبر مع الناس الطيبه دي. في رقم تليفون؟ ايوه في رقم تليفون. ايوه يا محمد 0100 44 95 85 6. حياك الله يا محمد. ماشي. الله يرزقكم ان شاء الله. كم يا الشيخ اللي معاك دي؟ 28 و200. 28 و200 كسره حاجه؟ لباني بالصلاه على النبي عليك الشيخ. 28 و200 بالصلاه على الحبيب. قلبك يطيب مع الراجل الطيب ده. حياك الله يا شيخ، الله يرزقك ان شاء الله. بتنزلوا على الفيس؟ على الفيس وعلى اليوتيوب وعلى تيك توك. بالصلاة على النبي عليك. في رقم تليفون؟ لا تليفون لا والله. حياك الله يا زعيم. بالصلاة على النبي. الله اكبر. 28 ونص ودي بعده 32000 جنيه. الله يرزق الجميع. صلى على النبي عليك يا عرب. الله يرزقك يا محمد. اللهم صل عليك يا رسول الله. ما شاء الله عليك يا شيخ محمد. صلى على النبي. عجر اللحم يا خال؟ بالصلاة على الله. صورنا العجر. خش على الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ما شاء الله تبارك الله. كم يا عمده دي؟ السلام عليكم. كم دي؟ فيها بيع وشراء دي شكلها. في معاه بيع وشراء؟ الله اكبر، فيها بيع وشراء. السلام عليكم يا عمده. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله عليك. اخو حامد انت يا اخي؟ لا سبع عقبلي. لا شباك هو بالملي، كان معي بالمدرسة. أهلا وسهلا. أسواق بلدنا بطل. على الفيس أسواق بلدنا وعلى اليوتيوب أسواق بلدنا. حياكم الله. كم دولار عمدة؟ 77 657 دبابتين اللحم دول. ما شاء الله تبارك الله مع ناس المنصورية يا إخواننا ثابتين وجودهم في السنة. الله إيقاس من؟ دي أعرض دي. بالصلاة على النبي. الله أكبر. كم الفلوس ثاني؟ 77 650 دبابتين اللحم دولة. وين جزارين القاهرة يا عرب؟ جزارين القاهرة وين؟ ما شاء الله تبارك الله. الله يرزق. 77 650 الله أكبر. دبابتين لحم. كسرات ايه عمدة؟ لباني. حياك الله. في رقم تليفون؟ الله يحييك. 011 42 97 98 3. اسم الكريم محمد صالح. المعلم محمد صالح من المنصوريه. مع دبابتين لحم 77650. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقك ان شاء الله يا معلم. والحته دي بالصلاه على النبي هي اخواننا دي زينه السوق بصراحه. الله يملا لك بركه وترزق ان شاء الله. الله يرزقك فيها معلم صالح. الله يرزقكم ان شاء الله. لا تنسونا بلايك او شير والاشتراك في القناه والصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم.